احنا الاخوان من عند يونس غادي نتولعوا، كاينه فريقه البيع جينا لدارنا غادي نتولعوا، وكاين ما جات المحل غادي نشوفوا كل شيء. ومرحبا بالجميع. يونس كي داير خويا؟ صح مزيان وهذاك الله يحفظك ليا. جينا نشوفوا هنايا نتولعوا، واللي بغى شي حاجه راه مرحبا. يونس خويا النميره ديالك 06 63 86 23 25 في الاخر. اه اي نادي خويا يونس؟ نبداو باش نبداو بيرو شاكولي. مرحبا اخويا الشخص بيرو شاكولي. هاي خويا مبارك تولعوا، واللي بغى شي حاجه كما قلنا اللي راه خلينا ديال يونس كاين هو الذكر هو اللي فوق على اليسر. ونمشيو يا جدي اللي على اليمين. يونس هنا الذكر اش من عام الوقت؟ الذكر خويا 2021 الذكر 2022 ونمشيو 2021 ونمشيو 2021 هي الكري اللي على اليمين. هادشي كامل اخويا هي هادو فين شي خدامين. هاي خويا مبارك الذكر هو اللي تحت ونمشيو اللي فوق. يونس بالنسبة للثمن؟ هنا الثمن اخويا كيبقاو 5500 درهم. هذه الكوب الأولى وندوزو للكوب الآخرين ديال الشارع شاكولي. ندوزو للكوب هذي، هذه كوب اللوتينو. الله يبارك. الذكر هو اللي على اليمين ونمشيو على اليسر. هنا يونس خويا البيكام. هنا خويا 2021 جوج. الذكر اخويا مباطي. الذكر هو اللي على اليمين ونمشيو على اليسر. ولكن 2021 جوج. هنا الثمن خويا هذا خويا كيبقى ب 3000 درهم 3000 درهم كوبل. بالنسبة لكوب اللوتينو وندوزو نشوفو الكوب الأخرى. الذكر هو الأزرق والجوني. هنا الذكر اش من عام؟ الذكر 2023 هذا جايب الكولي ديالو. اه جايب بلادين ديالو. عنده بلادين. عنده بلادين. ونمشيو؟ نمشيو 2020. نمشيو 2020. نمشيو تاني؟ في الخدام مع ذكر اخر وكنهرب ولقيته مع هذا. هذا هو الثمن؟ هذه اخويا كتبقى ب 5500 درهم. 5500 درهم. وندوزو نشوفو الكوب الاخر ديال لوري. يا مرحبا اخويا. كاين هذا الكوب ديال لوري. الذكر هو هذا واقيلا اللي في البلوك. الذكر هو اللي على اليسر. انت هو اللي على اليمين. اه تقدر تدخل عندو يدك ولا زيد 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 ارسل زيد ارسل سلم ارابوسه. الذكر ادريس الله يبارك. الذكر هو نص شمال. الذكر هو 2023 جوج بيكان 2020. الله اكبر الله اكبر. المشويه فوق النيو تكروا شويه تكروا على الاسره. اه ولا على الاسره. نمشيو ولا على اليمين. هذا هو الثمن. هذا خويا كتبقى 3000 درهم. 3000 درهم. نشوفوا الكوب الاوطالي. هذا خويا 2020. جوج 2020. هنا هو الثمن. هذا خويا كيبقى ب 1300 درهم. 1300 درهم. ندوز اخويا ونسكوب لهنا. هنا فينا هو الذكر من تو. الذكر اخويا هو الاوباري. الذكر هو الاوباري اللي من هاد. اه سبارك. شوية الاوباري. شوية اللي فوق الاول. افيسين خدامين اخويا. البيكان ديالهم. البيكان 2023. 2023. والوليدات اخويا كيخرجوا جوج بواهم وجوج بامهم. غنشوفهم كاينين الوليدات ديالهم. انا اللي خونا قبل ما الكوبلا راه غنشوف الوليدات ديالنا. هذا يونس الثمن ديالو. هذا اخويا كتبقى 1500 درهم. 1500 درهم. ندوزو نشوفو المولينا. ندوزو اخويا يونس المولينا. هنايا الذكر من شويه يونس. الذكر هو الاناناس اخويا. الذكر هو هذا الاناناس. 2024. الذكر باقي في لادين. عنده لادين. ونمشيو لادين. نمشيو 2023 شي عندها لادين ديالها. جوج عندهم لادين. نمشيو قلنا باقي 2023 والذكر 2024. راه واجد ديال الخدمه باقي ما يخدمش. الثمن ديال اليوم. هذا خويا كتبقى ب 1900 درهم. 1900 درهم. خويا ندوزو الكوب لهنا ديال تشاكو.
هنايا يونس جا قال 2021 الاخوان هبطنا المحل عند يونس، غادي نشوفوا الفريخات اللي كاينين هنايا. ومرحبا بالجميع. يونس خويا بالنسبه للمحل هنايا لوكاليزاسيون ديالو؟ لوكاليزاسيون خويا سيدي مومن جوهره. سيدي مومن جوهره هنا في كاين المحل. وغادي نشوفوا راه كاين هنايا كوبلات. ومرحبا بالجميع. ندوب هذه اللي في يدك يونس. هما خويا هما دوما الوليدات ديال ديك هادو هما الكوب اللي شفنا في الدار. كتعطي بحال ما كتعطي جوج جوج ولا كتعطي مثلا ثلاثه بار بلو بياسه اوبالين. هذا راه ولد ديال التفريخه الاولى وهذا ولد ديال التفريخه الثانيه. هادو شحال كيبقاو الثمن؟ هاد البياسه الزرقاء خويا تباعت. هاد تباعت صافا. باقي هاد الباربلو هذا خويا 400 درهم. كيبقى 400 درهم. ونشوفوا الكوبلات الاخرين. هي مرحبا. كاينه هادي اللي هنا. هادي اللي هنا خويا. هاديك اخويا كيبقى ب 800 درهم. 800 درهم. هادوك من العشدي الباربلو. فيها سلطه في الباربلو. ونشوفوا الكوبلا الاخر. هادي زويجه اخويا فايته خدام. 2023. هادو بجوج 2023 الثمن ديالها هادو خويا كيبقاو ب 800 درهم. 800 درهم. ندوزو نكملو الكوبلا فهادي اللي هنايا. ندوزو فريخ صنابة شاهي فيها خدامة. هاي كاينة بقيسة زرقاء وبقيسة خضراء اللي هنا. المشوية الخضراء. المشوية الخضراء تكر هو الزرق. هو الزرق. هادو الثمن. هادو خويا كيبقاو ب 600 درهم. 600 درهم. دوزو الاخرين. هي مرحبا. هنا نتوما متكرين. نتوير ارلوكا. نتوير ارلوكا على اليمين. كارنورمال. هادي الثمن ديالها. هادو خويا كيبقى 400 درهم. 400 درهم. هنا جوج نتيوات غنشوفو الاولى هنا. هادي نتيوات هي. هادي الثمن ديالها خويا. هادا خويا كيبقى 300 درهم بياسة. 300 درهم بياسة. فيتا خدامة ونتوما مازال. هادي وقرا فيتا خدامة. هادي كاين فيتا خدامة. هادي كتبقى 300 درهم. هادي قلنا فيتا خدامة. وكاينة هادي يلاه واجد. 2023. هادي 2023. هادي عمرها خدمات. عمرها خدمات. هادي تاهي 300 درهم. هي 300 درهم. كيبقاو جوج نشيوات. كيما قلنا هادي اللي فيتا خدامة هي كتبقى 300 درهم. هنا هي الذكير. هذا خويا كيفاش خدام عندك ديرو معاه نشوف بيرسوناطا في النوار تيعطيو الكلاسيك وكيعطيو بيرسوناطا في النوار. هذا يونس الثمن. هذا كيبقى 300 درهم. 300 درهم الثمن ديالو. يونس ندوزو هنا المولولة. هذاك اخويا الياس زويج اوباني 2024. هادو بجوج 2024. الثمن هنا يونس. هذاك اخويا كيبقى ب 1500 درهم. 1500 درهم. وكيبقى شاكولي. هادو 2024 كاين جوج كورو كاين جوج نتاعو. شحال عندهم دابا تقريبا؟ هادو خويا تكون عندهم شي 8 شهور 9 شهور تقريبا. 8 شهور 9 شهور كلشي عنده لابيل. كلشي عنده لابيل. الثمن هنا الواحد كيبقاو 2500 درهم. 2500 درهم بيزا. الله يبارك. يونس ندوزو قفيزات. كاين هذا مستعمل. هادو مستعملين اخويا. كاين هذا والشكيل ديالو. هذا راه والباب عنده هنا الوسط. في باب الوسط وفي باب الجنب. هذا الثمن ديالو. هذا خويا 150 درهم. كيبقى 150 درهم. وكاين هذا اللي داير. هذا خويا ما عندوش الفلاطو ديالو. ما عندوش الفلاطو. هذا الثمن. هذا 100 درهم. كيبقى 100 درهم. وكاين في الثاني ب 60 سنتيم. هذا هو 100 درهم. ندوزو هذا المسند ديال ثلاثة الوكالات. هذا خويا 90 درهم اخويا. 90 درهم. وكاين سيباراسيون ديال ست الوكالات. سيباراسيون 165. 165 درهم. وهذا الكفيز اللي دار. 120 درهم. كيبقى 120 درهم. عنده باب الوسط ياك. هو الباب ديالو. كيبقى 120 وفيه الوكالات في الجناب. وعنده بلاطو كيتحيد كيقسم. وكاين هذا ديال 60 سنتيم. هذا 60 سنتيم. هذا الثمن. 190 درهم. كيبقى 190 درهم. وكاين هذا ديال ليزامستير. هادوك اخويا الياس كيبقاو 100 درهم. 100 درهم وكاين هاد الشكل هذا وكاين هاد كاين الاخر اللي مروقين بحال 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 الثاني كيبقاو 100 درهم هما وحده وغادي نعطيهم كاين جوج موديلات 100 درهم وحده كاين 100 درهم وحده. شوفوا هادو هادو مستعملين الاستوديوات مستعملين اخويا الياس خصهم يغسلها هما راه باقي نقيين. هادو الثمن الواحد. هادو اخويا كيبقاو 150 درهم. 150 درهم الواحد. شحال كاين فيه تقريبا الواحد؟ كاين ثلاثة. كاين ثلاثة باقيين جداد كيبقاو 150 الواحد.
كاين الباب في الجنب. والباب ديالو معاه في الجنب. كاين الباب ديالو في الجنب. الشكل ديالو. يونس خويا ندوزو الماكلة ديال الفريخات. وكاين هنا السيكاليم تا هو اللي بغاه. بالنسبة للسيكاليم. يونس قلنا نبداو هنا بالسيكاليم. هذا ديال الدجاج اخويا ديال البيض. هذا ديال البيض ثمن كيلو 7 دراهم 7 دراهم كيلو. وهذا ديال الديماراج هذا الديماراج ديال الفلوسات الثمن الثمن هو 7 دراهم كيبقى 7 دراهم. هذا ديال القنية هذا ديال القنية حتى هو 7 دراهم بقى 7 دراهم. المالونج ديال البيروكي البيروكي والاكولي سميتو كيبقى ب 50 درهم الكيلو 50 الكيلو. كاين زرعة الشوك مانيطوبا تتبقى هي ب 50 درهم الكيلو. ديال المقنين كاين ميلونج ديال الحمام فيه الدراوج البنانه الشعير السورغو الدره بيضاء تيبقى ب 7 درهم الكيلو. كاين اخويا الزوان كركب تيبقى ب 10 درهم الكيلو شي حاجه نقيه. كاين زوان كندا كيبقى ب 17 درهم الكيلو. كاين ميلونج كنار تيبقى ب 18 درهم الكيلو. مانيطوبا ميلونج كاروبسيس تيبقى ب 17 درهم الكيلو. كاين ميلونج بيرو شي حاجه زوينه نقيه تيبقى ب 17 درهم الكيلو. كاين الخرطال حتى هو 17. كاين الزريعه كحله 10 درهم الكيلو. الزريعه مشرطه خويا 30 درهم الكيلو. 30 يونس ندوب بهذيك المانيطوبا ديال البيروكي. المانيطوبا ديال البيروكي اخويا 800 غرام. هذه 800 غرام. 50 درهم. 50 درهم. واللي حداها. اللي حداها هي 50. حتى هي 800 غرام. حتى هي 800 غرام. وكاينه الكبيره ديالها. الكبيره ديالها اخويا 2 كيلو دايره 90 درهم. 2 كيلو كتبقى 90 درهم. كاين هذه ديال لي كوشون دان دي زامستر. زامستر كتبقى 50 درهم. 50 فيها كيلو. كيلو. المانيطوبا. حتى هي 800 غرام. دايره 60 درهم. 60 درهم 800 غرام. وكاين الفانسي ديال الفيروش. فانسي الفيروش وفانسي ليزانس اخويا ديال 22 درهم الكيلو. 22 تاع الفيروش وكاين ليزانس. كيبقى 22 درهم. فيهم كيلو في الوزن. كاين المانيطوبا ديال الحداد الحبوبيه والوال. دايره 30 درهم. 30 درهم. وكاين هذه ديال المانيطوبا تاهي صغيره 400 غرام. 400 غرام. هذه شحال؟ تاهي 30 درهم. كتبقى 30 درهم. يونس خويا ندوزو دابا الماكله اللي كيبغيو ديال المشيشات وكليبات. كاين رويال كانين. كاين في هاد لي ساشو كاين الديتاي. مرحبا. نبداو ديال رويال كانين. هذيك ديال الساعه مرفوعه كدير 265. 265 درهم. هذه. كاين صابور اكزيج ندير 275. العبار ديالهم يونس. لا ما فيهمش العبار ديالهم 2 كيلو. لا دي ساشيه 2 كيلو. 2 كيلو خويا. كاينه هذه. اندور. اندور 260. 260. كاينه ديك كيتن دايره 265. كاينه هاد هير سكين ديال الشجاغ باش ما كيبقاش الصغير يطيح المشاش دايره 315 درهم. كاينه بيرسون دايره 275. هادو ديال 2 كيلو كاملين. كاملين 2 كيلو. كاينه بيبي ان مادر ديال ام ولاده دايره 275. كاينه هاد هيربال ديال المشاش اللي ما كيقدروش يردوا الزغب مزيان اللي ما درش كيردوا داك الزغب دايره 280 درهم. كاينه ستيريليزي دايره 265. وكاين الصغار ديالو. الصغار الصغار شحال كاين؟ 400 غرام. 400 غرام. فيها غير ستيريليزي والكيتن والهير سكين. دايرين 65 درهم. كيبقى 400 غرام كاملين 65 درهم. 65 درهم اخويا ياسر. وكاين هاد لي ساشي. كتفضل هاد الماركة. هادو شحال؟ كدير 20 درهم. 20 درهم. فيها 85 غرام. فيها الكيتن وفيها ستيريليز. ندوزو للمولي. المولي اخويا 2 كيلو. مولي تاهي فيها 2 كيلو. فيها الكيتن فيها ستيريليز السلمون فيها ستيريليز الدجاج فيها الكيتن يلاه خرج جديد ديال اللحم. وفيها الدجاج والانشوبا. هادو الثمن ديالهم كدير 100 درهم. كيبقى نفس الثمن هادو. نفس الثمن بحال بحال. سميتو نكملو. كاينه بريت. هادي بريت. فيها ستيريليزي وفيها الكيتن وفيها الاوغينال. هادو شحال كيلو؟ كيلو في العبارة خويا الياس كدير 140 درهم. 140 درهم. وكاينه ريفليكس. ريفليكس فيها الكيلونس وفيها 2 كيلو. الكيلونس شحال كدير؟ الكيلونس كدير 80 درهم. هي هادي كيلونس. جوج كيلو؟ جوج كيلو 90 درهم. جوج كيلو 90 درهم. وفيها السيريات بزاف فيها السينامون الحوت اغيناغي ستيريليزي فيها بزاف ديال لي مارك. يونس ندوزو لهنايا للحكيتات. هذا خويا ميغليور باطي هذا كيدير 11 درهم. 11 درهم. وميغليور ديالو طروفا كيدير 9 درهم. 9 درهم. الفرق ديال 2 درهم بيناتهم كاين الباطي وطروفا. هادو اللي هنا هادو خويا لي ساشي ديال بريت فيهم فيهم باطي وفيهم لاصوب صوب كيديروا 12 درهم اخويا الياس. كاين روكيس 800 غرام كيدير 18 درهم فيه السلمون وكبده واللحم والدجاج. كاين اخويا دميو 400 غرام
في هذا ميو الله يخرج ديال ستيريليزي هذا باطي هذا كيدير 12 درهم وهذا طروفة في اللحم والحوت والدجاج دايرين 9 درهم كاينه انرجي طروفة حتى هو فيه دجاج اللحم الحوت حتى هو خويا ليه 9 درهم كاين هاد كات فود باطي بلاص داك روكيس طروفة هذا باطي كيدير 18 درهم فيه كيلو هذا فيه فيه 800 غرام ندوزو هنايا البليزير كاين بليزير اخويا بليزير كاين فيه الدجاج والطون لاداند السلمون والكيتشن واللحم باطي صغيرة هادو الثمن الوحيد هادو خويا 6 دراهم كيبقى 6 دراهم وكاين لي ساشي ديالهم ساشي ديال بليزير فيهم الدجاج وفيهم اللحم حتى هما 6 دراهم فيهم لاديل الثمن كيبقى 6 دراهم طروفة كاين هاد الشيلما اخويا كدير 6 دراهم حتى هي باطي الشيلما 6 دراهم هادي صغيرة هادي صغيرة هاد كاينة ديال 300 غرام 300 غرام كاينة في ماركة أخرى كاينة ديانا ديانا 5 دراهم كاينة كوغميس هذا خويا إياس كيدير هذا كيدير 9 دراهم 9 دراهم على حساب اش ولفتيه وكاين هادو عاديين تيديرو 6 دراهم أميتي وكاين هاد بروشوز هادي كدير 6 دراهم فيها الدجاج والحوت واللحم اليوم تشوفوا هنايا ميو عندهم هادو ساشي فيهم طروفة ساشي فيهم تما الدجاج ديال الصغار الدجاج ديال الكبار فيهم الغنمي فيهم ستيريليزي فيهم الحوت هادو خويا الثمن ديالهم 6 دراهم خويا 6 دراهم الوحيدة هادي اللي هنا كاينة ديانا 5 دراهم فيها الحوت والدجاج واللحم هادي اللي قلنا ديانا 300 غرام هادي الكبيرة هادي كبير حجم كبير هادي خويا كدير 12 درهم 12 درهم كاين هاد اميغوس بقى فيها غير السلمون تدير 10 دراهم كاين اخويا هادي فيها 4 الساشيه كدير 20 درهم هادي فيها الدجاج فيها الدجاج والحم وحوت والله ما هادي ميكس ميكس كدير 20 درهم فيها 4 كيسات شوفوا هنا يونس هنا اخويا كاين هاد البروشوز 400 غرام باطي هادي فيه الدجاج والحوت والانشوبا واللحم واللحم والكبده والسلمون والسلمون هادو يونس الثمن هادو خويا 12 درهم 12 درهم كيبقى الوحيدة نكملو كاين الانرجي اللي يمشي جوج صغيورين ديال الكيتشن طروفة هادا كيدير 10 درهم كاين هاد ميو باطي هادي يمشي جوج صغيورين 12 درهم كاين هاد بير لايف فيه الغنمي فيه اللحم فيه الدجاج فيه الحوت كيدير 10 درهم باطي تاهو ماشي طروفة كاين اخويا فيليكس ديطاي كدير 7 درهم وكاين زاكي ديال 4 كدير 28 درهم كاين ويسكاس ديال 4 كدير 30 درهم فيها الدجاج والحوت وفيها اللحم والدجاج والحوت والخضرة وفيها حتى الكيتشن ديالها وفيها الكيتشن ديالها كدير 30 درهم هادو 30 درهم هادي ديال الجينيور لا الجينيور مازال ما جبتهاش هادي جينيور في الكروكيت هادي كروكيت هادي كدير 25 درهم 300 غرام فيها الجينيور وفيها اللحم وفيها الدجاج وهادي حلوة هادي كدير فاكسيون خويا كدير 17 درهم 17 درهم حتى فيها الفرماج فيها الفرماج فيها اللحم فيها ديال البط فيها الحوت وفيها الدجاج يونس ندوزو الكروكيت دابا في العبار مرحبا هنايا مولي هذا مولي اخويا ديال مشيت صغير ولا تفط مول هذا خويا كيدير 40 درهم الكيلو 40 درهم الدجاج الدجاج وهذا ديال الدجاج هو تاو ديال مشيت صغير اللي من 3 شهور الفوق تيديرو 7 شهور 6 شهور ديال الثمن ديالو هذا تاو 40 درهم كاين السلام والستيريليزي كيدير 40 درهم 40 درهم دابا خلات مولي مولي كامل هذا كاين مولي ديال ستيريليزي الدجاج حتى هو 40 كاين الدجاج ولا نشوبه حتى هو 40 درهم كاين اللحم والروس هذا ريفليكس دابا كملنا مولي كملنا مولي ريفليكس هذا ريفليكس هذا حتى هو 40 درهم الكيلو 40 درهم الكيلو هذه ديالاش هذه اللحم والروس اللحم والروس هذه اخويا الدجاج والروس وزرع الحيتان حتى هي 40 درهم الكيلو هذا السلمون 40 درهم الكيلو هذه لانشوبا وزرع الكتان 40 درهم الكيلو هذا الدجاج 40 درهم الكيلو هذا الدجاج والخضره 40 درهم الكيلو هذا الدجاج والخضره والروس حتى هو 40 درهم الكيلو هذا ديال المشيشات الصغيورين ديال الدجاج 40 درهم الكيلو هذا الدجاج والروس وزرع الكتان 40 درهم الكيلو وهذا ديال السلمون في المشيشات الصغيورين 40 درهم الكيلو كاين هذا ستيريليزي حتى هو 40 درهم الكيلو ديال الحوت وهذا ستيريليزي ديال الدجاج حتى هو 40 درهم الكيلو كاين اخويا هنا كروكيت عادي هذا العادي هذا الدجاج والخضره والحوت
15 درهم الكيلو. وكاين اخويا الفرماج اللي مقطوع دابا شي يقلبوا عليه الناس كاملين، هو ممكن متوفر شحال كيلو؟ اي حاجه 30 درهم الكيلو. الثمن ديالو 30 درهم. كاين هذا الدجاج اخويا ديال مشاش كبار 30 درهم الكيلو. كاين هذا الدجاج عادي لون واحد 20 درهم الكيلو. هذو مشيشات. دابا ندوزو اخويا الكلاب. هنا اخويا كاين هذا كينغ داير 15 درهم الكيلو، داير كلاب كبار. كاينه هذه ريفليكس 30 درهم الكيلو، شي حاجه اللي بغا شي حاجه طوب. كاين هذا ديال جينيور ديال كلاب صغار 20 درهم الكيلو، ديال سميتو بيت انرجي. وهذا ديال الاديل ديالو 20 درهم الكيلو. كاين ديال الكليبات ديال الكلاب فيهم كيلو ربع، كيلو ربع هذا كيديروا 20 درهم اخويا. اوكي هذا 400 غرام، فيهم تما ديال القنيه، فيهم ديال الكبده، فيهم الدجاج، فيهم اللحم 10 دراهم 10 دراهم. وهذا ديال الكلاب الصغار 100، هذو اللي كانوا صغيورين سبيز شاوشاو وكليبات صغيورين حتى هو 10 دراهم. وكاين هذا على شكل مربع باطل بحال الشكل اللي شفنا قبل ماشي شاش، هذا ديال الكلاب كيدير 10 دراهم. كاين اخويا رويال كانين، هذا ديال بوبي ديال ميني بوبي ديال كليبات صغيورين كيدير 215 درهم. شحال فيها العبر؟ فيها 2 كيلو. 2 كيلو. كاين هذا سميتو ديال الكلاب الصغار تا هو 2 كيلو. إكيليبريو. كيدير 120 درهم الباكية. هذا 2 كيلو ديال ميني أديت ديال الكلاب الصغار كيدير 195 درهم. كاين هاد لي ساك هادو، هادو بالنسبة عندهم فريقات مدرسين هنا كينص. فريقات المشيشات ديالو اللي بغا. كاين هاد الموديل الأولاني. فيهم تمن زوين هادو. هذا 180 درهم. كاين هاد الأول وكاين هذا. على شكل وكاين هذا على شكل كتجي فيه هاد اللعيبة هادي منفسة. كاينة هادي وكتكون مع واحد اللعيبة دايرة فوق. كتقدر تركبها تما. تركب على جوج مرات. هادو خويا كيديرو 210 درهم. هادي 210 وباقي الموديل الاخر ديال داك الشكل خويا تاين نديرو لها 210 درهم. 210 درهم نديرو 250 270 نديرو لها 210 درهم. تما راه فيها جوج ديال الموديلات وفيهم الالوان، وفيهم الصفار وفيهم الروز وفيهم الاخضر وفيهم الاحمر وفيهم الكرينوار. كاين هاد الساكادو هاد التشكيل هذا هادو كيديرو 200 درهم اخويا. تما فيهم الالوان، فيهم الوينات، فيهم الروز، فيهم الازرق وفيهم الاحمر. كاين هاد التشكيل هذا، هادو ديال المشيشات يا يوسف. اخويا كيتسموا بانطوف، هادو كيناسو مشيشات كليبات صغيورين، هادو راه فيهم بروموس وفيهم تمن زوين. وعندها هادي كتجي لداخل، لا بغيت تصبنها ولا شي حاجة. كتصبن. هادي الثمن ديالها يوسف؟ الثمن ديالهم 100 درهم. كتبقى 100 درهم. وفيهم تما اللوينات كيما هذا، فيهم الحمار، فيهم هاد اللون هذا، فيهم اللوينات مختلفين. كاين هاد الموديل هذا. هو الشكيل ديالو. اللعيبات هما كيناسو فيهم مشيشات كليبات. هذا خويا راه فيهم ثمن زوين 50 درهم. 50 درهم كيبقى الثمن ديالها. وكما قلنا اللوينات راه كاينين هنا. كاين الموف، الغوز، النوار، البارا، فيهم اللوينات. كاين هذا وكاين على الشكل هذا. كاين هذا الموديل هذا. هذا شنو نديرو فيهم واحد الثمن اللي زوين اخويا اللي نبيعهم الدراري بثمن 120 100 درهم نديرو لهم حنا 70 درهم. كيبقاو 70 درهم. فيهم الطايات على اللي بغيتي. الشكل ديالها وفيهم كما قلنا الطايات. الصغيرة، الموية، الكبيرة. والثمن تيختلف. كاين هذه 70، كاين الموية 80، وكاين الكبيرة 100. شوفوا هذا الموديل هذا. كاين هذا الموديل هذا بحال الشكل ديال الدار. بيتين مشيشات وكليبات صغيرة. هادو الثمن ديالو؟ هذا خويا نديرو 60 درهم. كيبقى 60 درهم. هاو الشكل ديالو. اللوينات. كاين شي 10 اللوينات تقريبا. ندوزو هذا الموديل هذا خويا يونس. هذا خويا كيناسو فيه مشيشات هذا. الشكل ديالها. كيقولوا لها الولادة، كاين اللي كيبغي يولدو فيها مشيشات وكليبات صغيرة. هذا خويا ديال الطاليان. هادي 220 درهم. هادي ديال برا ديال الطاليان. الشكل ديالها من الداخل كتجي مسدودة، عندها بجوج البنات. كاين هاد الموديل الآخر، هادي كتجي بحال هكا محلولة بحال الكونة. فيها هاد الكونجة هادي، فيها جوج لوينات ديال الطاليان. هادا كيبغيو الناس فوق هاد الباب، فوق هاد السيت كونة. هادي الثمن ديالها؟ هادي كدير 200 درهم. 200 درهم. الشكل ديالها. فيها هاد الروز وفيها الكري. فيها اللوينات. كاين هذا الموديل الاخر، هادي كتجي كلها مسدودة. هادي كاملين طاليانات. هادي تاهي ديال الطاليان، الشكل ديالها من الداخل. فيها البالة ديالها. كتفرش ليها الداخل. ليتيا غا. فيها البالة ديالها على هاد الشكل. كتجي معاها البالة ديالها. فيها الفيلتر فيها. الشكل ديالها. هذا اللي كيبغي ما تكونش ريحة، تكون شي حاجة مسدودة. هادي الثمن ديالها. 280 درهم. 280 درهم. ها هو راه الطريقة ديال الاستعمال راه مصورة هنا. الشكل ديالها.
السوق. كاين هذا الموديل الاخر هذا باقي لي شي خدمتي صغيور هذه الصغيور واحد صغيره هي في الماكسيم واحد 5 شهور. هاي الشكل ديالها من الداخل. هذه الثمن ديالها يونس دير 100 درهم. يونس كاين هذا الموديل هذا الشكل هذا فوق بحال الشكل هذا ديال المنتجات الصغيور انت هو هذا الثمن ديالو هذا فوق كيدير 70 درهم. 70 درهم كيبقى الثمن. هذا كيجي على الشكل الحلول وكاين العديد وكاين هذا الموديل هذا ديال مشاش كبار هذا مشاش كبار حتى هو فيه اللوينات هادو تما ديال برا تا هو ديال برا فوق التطاني الثمن ديالو 70 درهم. هذا ما كتجيش مع البالا ديالو لا بوحدها كتاخذها بوحدها على الراسه داير 10 درهم البالا بوحدها 10 درهم كيونس وكاين هذا الشكل هذا هذيك كتكون في الفوق وشي هذا الثمن ديالها هذيك كدير 250 درهم ثمن مناسب وكاين هذا ليكاج هذا اخويا ديالو فين مشات نزيد اخويا ديالو شوفوا وفي لوينات في هذا وفي واحد القهوي كاين هادي واش كديرها ترونسبور ولا غير هادو بغيت نديرهم ترونسبور ولا بغيت نديرهم في الدار ناس فيهم شي شات يستلم شاش وكلاب هادو الثمن ديالهم هادو خويا بقى 450 450 درهم الباب ديالو كيتحل منه وكيطلع الباب الباب الفوق عاوتاني ديالو كتجي على ما تحل هذاك الكرياج كاين الباب كاين هاد الكويب هذا من هنا كيتحل من الفوق كاين اخويا الياس هناك كاين الباب ديالو عاوتاني الاخر هناك كاين جوج بيبان كيطلع الباب ديالو تقدر كاع تخليه غير محلول بالليل تسد عليهم بحال كيبقى محلول تسد عليه بالليل هادو 450 كيما قلنا كاين هاد اللوين الغوز وكاين واحد اللوين الاخر هو نشوفو كاين هاد اللوين هذا تاهو الباج مع المارو كاين هادو يونس اللي كيمدوهم بالثمن ديالهم هادو كبار كاع هادو فيهم ثمن زوين 100 درهم هادو 100 درهم وكاين هادو هاد لي زرباش هادي هاديك اخويا كدير تا هي حسب لها سيدي 100 درهم 100 درهم كلشي تولى كاين الحوت تا هو اللي بغيت تولى الله يبارك كاين انواع مخلطين حوت هادي السلعة ديال خويا حسن تحية لي من هاد المنبر تحية لك حسن لا تيت دو ليون كاين بواسون غوج بواسون جون كاين نوينات مختلفين المولي الله يبارك كاين لي زاكواريوم اللي بغاهم هاد الشكل كاين هاد العبار وكاين هاد العبار الصغيورين وكاين الاخرين ديال برا كاع اللي كاينين لهنا راهم اللي من لهنا كاين هاد الموديل هذا تا هو وكاين لي بوكال تما ديال الحوت اللي بغيت تولع هاكا بالبوكال وكاين هاد الشكيل هذا تا هو هادو تما فيهم اللوينات فيهم الزرق فيهم كدا فيهم الحمر فيهم الحمر تا هو هو الشكيل ديالو الماكلة تا هي راه كاينة لونتي كلور الملحة لونتي كلور هادو ديال الأكسجين الماكلة تا هي فيها الأنواع ومرحبا بالجامع